في مقاطع له ما بعد نزلتها لكن مسويني اياها حاجه، لكن ما يمنع تحطها اللي تبي انت بيه. هنا انا ارسلت لك على التليجرام اذكر ميزتي انك تسوي تقديم، يعني ترسل لي المقطع اقدر اسوي تقديم لل فورورد لقناتي هناك حتى ما احفظه اليوتيوب قناتي في التليجرام. تقدر تسوي زي الواتساب مو زي رسالتك ترسل لاحد ثاني ايه بدون ما تحفظها، ففي خيار انك ترسل الرساله اللي جتك في التليجرام لقناتك في التليجرام ايه مباشرة كما هو، فحتى لو ما احفظتك تقدر ترسل. بس انا احفظه ثم امسح من المعدة عشان ما ياخذ ذاكرة، ثم انزل باليوتيوب امسح، فاخذها بالتدريج احطها كلها مرة واحدة تقعد تتعلق عليك. انا فلي اذكر الخميس اذكر كل خميس اول عاد ما ادري الحين ذاك ايام الجاهلية منضبط فيها ولا تغيرت؟ ما كانت كثيرة المقاطع تحط بش يعني المقاطع الجديدة قل بالشهر ثلاث اربع مقاطع كثير، الان باليوم 15 مقطع. لا انت صرت تقسمها احمد. اول اول ترى كان من البادوك للبادوك مقطع واحد، الحين يكون معي فيصل يصور عادي. لو في الوضع الحالي اذا جاء احد معك صور كل شهر مره او كل اسبوع كل كم اسبوع مره، لما صرت اصور كذا صارت كثيره، مستحيل تخليها في الجوال وما تحملها وتبقى الذاكره تفضل الذاكره. خليت الصيفي ها؟ ها؟ اقول خليت الكم الصيفي. صيفي. لا لا بس الاول اللي يقسم الالوان. لان اغلب الاول شتوي. لقيت ملون صيفي زي المغربي او الاماراتي او هذا صيفي، كويتي برضه صيفي ممتاز. يعني يعطونك ملون صيفي. السعودي عاده الملون شتوي. ايه. خاصه عند الخياطين، بس اذا لقيت طويل صيفي في ميزة الكم الخفيف وفي نفس الوقت كنا رسمي. وين حصلته؟ اللي زي هذا اللون ذا عندي ثمان حبات منه. يعني عاد كلها على بعض حوالي 30 قطعة. كويتي اثنين، مغربي سبع قطع، اماراتي قطعتين. لكن ما تحصل لك بعد سنين، اذا راح حصلت يصير كل شيء. ها جاي سلك نقلته ها؟ ازيد سرعته الحين، بس يصير انه من يوم الحصان يحس انك تبغى تزيد سرعته ويحب يزيد، فاللكاعة وين رايح؟ انا ابغى إيه بس أبغى. بس احمد انت لك سنتين على النقله ذي. اذا كانت تركيبته نقلته كذا ما تدخل كذا، من زادت السرعه اقدر ازيد لو بغيت، اقدر اوسع لو بغيت. لكن الاساس من فكره النقل وش يعني؟ هذا الحصان الان هو يحاول يندفع، محاوله الاندفاع تخليه يلم نفسه. ليه؟ مركان من النوع اللي يحاول تركيبه برضه الهدوم. مركان من نوع اللي يحاول ثاني كنا ويحاول انه مواكبته تخليه يزيد. عكس نقلة ذاك بتكون فيها مده لانه يحاول يلم نفسه. نقلة ذا او حمداني فرضا مع انه حمداني مده هذا مربوع لانه يحاول يزيد، محاوله الفتاة تخليه يلم نفسه. النقله هنا بتكون ملمومه لانه يحاول يزيد، النقله هناك بتكون ملمومه لانه يحاول يخفف الصحيح. لكن حتى انك تعقد انت سويت موضوع اخر. ما بقول له انقل، اقول اهدم. انت حاولت تزيد انقل. انت حاولت خفف ست بس لكن اقل مع فكره لو بغيت ازيد ست. بس مع الوقت هل بيوصل للهذبه اللي انت بيها؟ هذا اللي يبغاه. الهذبه اللي انت تبغاها عكس اللي هو يبغاها. يعني مع بركان الهذبه اللي تصير صايره معي انا ابغاها لان عكس اللي يبغاه. اي فاهم عليك. هذه الهذبه اللي انا ابغاها لان عكس اللي يبغاه.